تقول أختنا: عندما كنت طالبة في القسم الداخلي احتجت إلى بعض المال، فأخذت من إحدى صديقاتي هذا المال، وكان هذا في نهاية الدراسة، وانتهت الدراسة ولم أعطي هذه الصديقة ما أخذت منها، ليس عمدا أي قصدت أن لا أرد إليها هذا المال، ولكن لعدم قدرتي على رد هذا المال في ذلك الوقت، والصديقة لا أعرف بيتها ولا عنوانها الآن، فماذا علي أن أفعل حتى أتخلص من هذا الدين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك بمراجعة المدرسة التي درست فيها هذه الصديقة، لأنها تكون مسجلة ومعروف عنوانها ومكانها عند أهل المدرسة. راجع المدرسة واسألي عنها وتهتدين إليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.